إذن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 حتى اليوم ونحن في يونيو 2024 وسقوط المزيد من الضحايا بشكل يومي، تستمر دعوات الشارع العربي لمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية والشركات العالمية المتهمة بدعم إسرائيل. في العاصمة العراقية بغداد اتخذت المقاطعة منحا مختلفا عندما استهدف مسلحون مطاعم ومنشآت غربية وتبريرهم ضرورة استهداف المصالح الأمريكية والغربية في العراق دعما لغزة. الحكومة العراقية قبضت على المهاجمين وأكدت تحويلهم للقضاء. أما في البصرة فتظاهر العشرات بالقرب من مطعم تشيلي هاوس مطالبين بمقاطعته على الفور. انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل لشخص قيل أنه صاحب المطعم المستهدف، وهناك من يقول أنه رد من مواطن عراقي. الشخص الذي ظهر في الفيديو قال للمتظاهرين أن الشباب العراقي مات جوعا وأنتم تدعون محاربة المصالح الأمريكية، بينما سياراتكم أمريكية، هواتفكم أمريكية، تسعون أيضا لتخريب مطعم تعتاش منه أكثر من 100 عائلة عراقية. إلى رب الله وطرقعت الله اللي طاحت علينا في معاصي البصرة، اللي أمس إجوا واحتجوا وأسبي لبعض الشيوخ العشائر اللي هم يصدقون بأي شخص يجي على مود تنضرب مصالحه وريدي على أساس يحاربون المصالح الإيرانية الإسرائيلية والأمريكية. مطعم تشيلي هاوس في محافظة البصرة شارع السعدي، انتم مش وقت تبطون كلاواتكم بس ريد أفتهم كيف دمرتوا الشباب العراقي، دمرتونه. انت ما تريد تحارب إسرائيل انت بنفسك، هذيك السفارة الأمريكية ببغداد وطلع المحتل، هذاك الجنود الامريكان موجودين بالخبايا يمك بصفه قاعدين، ربع الله طرقعت الله ومدري والله انت عند رب وحشين، بس قلوا لي فهمونا تجدوا من عندنا، خلوا البصره هذه خلوها شبابك انت الجوع ما محصلين ولا لقمه اكل يحصلونه، انتم اذا هيك انتم تجاهدون جاهد بنفسك، راكب لك سياره تاهو وحاط لك ايفون امريكي وانفورك امريكي وجارب الله في شؤون العالم، اللي هذا المطعم اكثر من 100 عائله بصريه عايشه، أكثر من 100 عائلة بصرية عايشة، اشتردوا من عدتهم، احنا البصرة تعبنا عليها وطينا بيها دماء وشهدات وظاهرنا وجبنا حقوقنا، انت جايني ابو حلق العوج جاي فيه تعزلون المطاعم والله بحجة تحاربون شنو انتم يعني، بس قلوا شنو تردون من عدنا، خلونا ناس نريد نعيش، قتلنا الفقر قتلنا الجوع، روح ليش اسرائيل اعمر لها روح هناك، روح قاتل يمها، مو جاي اللي هنا مطعم اللي معيش عوائل بصرية وسديتوا، والله تبدو تحاربون إسرائيل، حاربوا أنفسكم، وأنا عتبي على الشيوخ اللي ظاهرة وعمسيناه، أنتم شنو شماكم ما عندكم عقل، صدفون بأي واحد انضربت مصالحهم وجوا شوية ها مطعم عودك برزون عضلاتهم على المطعم، ذاك الأمريكي روح طلعه